أنا سمعت صوت قصف بس ما تخيلت لحظة إنه ممكن القصف هذا يكون بيستهدف حياتي كلها. ما لحقت أفرح لا في زواجي، أنا يعني الحرب بعدت بعد زواجي بشهرين، حتى يعني أطفالي عمرهم 3 أيام، تم ولادتهم يوم 10/8/2024، تم استشهادهم يوم 13/8/2024، 3 أيام. من 8 سنوات أنا مقيم في الخارج، ما بعد ذلك أنا في ظروف معينة تعرفت على زوجتي الدكتورة الشهيدة جمانة، تم نزولي إلى قطاع غزة قبل الحرب تقريبا بشهرين قبل موعد الزفاف، ومن ثم أنه إحنا كان مقرر سفرنا يوم 12/10 في كشوفات وزارة الداخلية، كان الأسماء مسجلة للسفر يوم 12/10، لكن شاءت الأقدار رب العالمين والحرب تصير يوم 7/10، فنزحنا إلى شرق دير البلح. كان هذا المكان هو المكان الأخير اللي كانت جمانة فيه واستشهدت منه، وتم يعني قصفها في قذيفة مدفعية في نفس الوقت اللي أنا كنت خارج من البيت قبل تقريبا ب10 دقائق لأذهب لمستشفى الشهداء الأقصى أستخرج شهادة الميلاد الخاصة فيهم. أنا سمعت صوت قصف بس ما تخيلت لحظة إنه ممكن القصف هذا يكون بيستهدف حياتي كلها. كانت شهادات الميلاد موجودة معي، رحت أنا كنت مفروض أروح أفرجيها يوم هي في البيت، إحنا تقريبا ما نمنا من فرحة إنه الصبح بده ينحط على صورة الهوية البطاقة الشخصية وأسامي الأطفال، فكانت شهادة الميلاد في إيدي، فبدل ما أنا أروح أفرجيها إياهم في البيت أنا جيت في نفس اللحظة في نفس المكان اللي أنا موجود فيه، هي إجت، هي اللي إجتني هي وأولادي وحماتي، بس اجوني وهم نايمين يعني ما محطوطين في اكفان وكانوا موجودين في ثلاجه الموتى، فدخلت انا بدي اشوفهم فهم رفضوا يخلوني اشوفهم كون انه الجثث مشوهه او محروقه نتيجه القذيفه المدفعيه من دبابه. فحتى في احد الاطفال انا ما بعرف يعني انا لسه ما فرحت عليهم ما بعرفش اذا هذا ايسر له او اسر ما بعرف، بس انه انا واحد منهم كان محروق وما بعرف هو مين، والثاني كان عبارة عن أقل من وقية، وأنا في الطريق اتصلت عليها قلت لها حبيبتي عمري أنا سميتهم آسر وآيسر أمانة يا محمد بتحكي جد؟ قلت لها آه والله. فرحت على المستشفى لقيتهم في الكفن، فصرت كان شهادات الميلاد هي لحظتها في إيدي، أنا معاصة عليهم في إيدي، أنا مش مستوعب أنا فيما بعد يعني أنا شفت شكلي كيف كان، أنا ما كنت بوعي أساساً، أنا كان كل همي إن أنا بدي أشوف زوجتي وأطفالي. زوجتي كانت هي حب عمري اللي أنا تخطيت حدود وتجاوزت أمور كثير لحتى أنزل أخطبها، كانت وأنا برا كانت تحكي لي محمد أنت عن جد بتحبني وراح تجيني، كون إنه إحنا في حدود قطاع غزة كان صعب الدخول والخروج معاناة يعني، فجئتها وخطبتها أنا حتى صورة مع أولادي ما إلي، صورة إن أنا حامل أو أطفالي أنا ما إلي. كانت الفرحة واصل عمق قلبي إنه أنا مش مهم بدي أستمتع فيهم أكثر ما إني أنا أخذ بعض لقطات تذكارية لهم، ما تبقى إلي إلا شنطة موجود فيها ملابسهم اللي لسه هم ما لبسوها أصلاً، كانت هي الركن الخاص تبعي العالم الملهمة تبعتي، كانت هي كل شيء حلو، كانت فرحة العمر، كانت أول شغلة قلت لها إياها لما كتبت كتابي وقلت لها انت عوض الله.